هيا نسير هيا نسير لهدف نجيب بعزم أكيد هنا في أحد مرتفعات شمال حلب انطلق مخيم الكشافة الذي يرعاه كل من تيار سوريا الجديدة والمنصة السورية والذي ضم 45 طالبا جامعيا من مختلف الاختصاصات. يهدف المخيم بشكل عام إلى تمكين الطلاب من 4 مسارات. المسار الأول هو المسار السياسي، المسار الثاني مسار قيادي، المسار الثالث هو المسار التربوي والإيماني، والمسار الرابع هو المسار الكشفي والتأقلم والتكيف مع الطبيعة. المخيم الذي أطلق عليه اسم رواد المستقبل الشبابي ضم نشاطات عديدة للطلاب ضمن المخيم، تنوعت ما بين أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية وسياسية تهدف بمجملها لرفع قدرات الطلاب وكفاءاتهم. بالنسبة لهذا المخيم احنا التحقنا يوم الاثنين كان 5 من الشهر الثامن، التزمنا موضوع الالتزام، موضوع البعد عن الجوال كان مسألة أساسية، موضوع الإدمان الجوالات اللي موجودة اليوم بعصرنا، موضوع الانضباط، موضوع أنه أنت عم تيجي من حياة فيها رخاء، أنا قادر على اتخاذ قرار بالأساس، أصحى إمتى ما بدي، أنام إمتى ما بدي، لحياة تانية مختلفة تماماً، كله في بانتظام، الاستيقاظ بانتظام، النوم بانتظام في وقت. أهم شيء استفدت فيه هون هو موضوع العلاقات وتعرفي على أصدقاء كثيرة. أهم العوامل الأساسية أنه نروح عن نفسنا شوي، يعني خلال الرحلة السنوية اللي مضيناها بالجامعة يعني كان في ضغوطات امتحانية ومن اللي فيه، فحبينا نروح عن نفسنا شوي، وبنفس الوقت حبينا نغير روتين حياتنا اللي هو انه نضل ماسكين جوالاتنا او نسهر او نطلع على اماكن ثانيه، فحبينا هون نغير الروتين، نكسر الروتين. تساهم المخيمات الكشفيه باكساب الشباب العديد من الخبرات والمهارات وتنميه الحس القيادي لديهم، بالاضافه لمساهمتها بالتماسك المجتمعي بشكل افضل. يعتبر مخيم الكشافة هذا هو الأول الذي يقوم به تيار سوريا الجديدة والمنصة السورية، وقد لاقى إقبالاً من الطلاب الجامعيين الذين وجدوا فيه متنفساً لهم واكتسبوا منه الكثير من الفوائد. وصيل أحمد حلب، اليوم عفرين.